هاي اللي عاملي حالة ملكة عم تحضر أسماء المعازيم مثل كأنها رح تعزم كل أهل المدينة على الحفلة. أختي سافيتري؟ شو هاد اللي عم تكتبيه؟ أنا كنت عم شوف قديش رح يطلعوا المعازيم. عن جد؟ ورجيني؟ أكتر من 50 واحد؟ طيب العدد مو كبير؟ لا لا أنا رح ألغي شوية أسماء. لا يا حبيبتي لا تلغي منهم ولا اسم. هو قال شو ما كانت التكاليف رح يتكفل فيها، ما لازم ينقص شي بعرس سارفاتي. وبالآخر هاي البنت الكبيرة مبارح بالليل كان عم يحكي معي وقال لي إنه رح أوفي بكل التزاماتي حتى لو دمرت حالي، وقال لي إنه رح يعمل جهده إنه ما يقصر بعرس وحدة من بناته. ما يهمك أختي لا تقلقي، شو ما كانت المصاريف محلولة. ما في داعي يصرف مصاريف بلا طعمة مشان هالعرس، وما في داعي يتكلف مشان البنات. أصلاً ما عملت شي لهالعيلة، بس قبل ما تروح بدها تاخد كل شي معها. ما في داعي لكل هالشي. أختي سافيتري تذكرت أنه عندي شغلة مهمة راجعة. هذا جاي من طرف الشيخ ساربي. سيدنا؟ سيدنا أنت وصلت؟ ليش؟ شو يعني ما لازم أوصل يا بنت؟ لا القصة مو هيك سيدنا. أنا اليوم إجيت لهون لأنه شيخي ساربي الحكيم حكى لي حكايتك من الطقطق للسلام عليكم، وشفت بعد ما سمعت الحكاية إنه الطريقة اللي عالج فيها جوزك كانت غلط. ليش بقى؟ قلت لك غلط وبس.